لأربعة لاعبين تنتهي عقودهم هذا الصيف. الخطوة تأتي وسط توقعات لعملية تجديد شاملة ستطال فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا. مبكرا بدأ جوزيب غوارديولا التحضير للموسم الجديد لمانشستر سيتي بعد أن خرج الفريق صفر اليدين من البطولات في أول مواسمه تحت قيادة المدرب الإسباني. فبعد تأكد عدم التجديد للأرجنتيني بابلو زاباليتا الذي انضم للفريق قادما من إسبانيول في عام 2008، ها هو غوارديولا يطيح بأربعة لاعبين دفعة واحدة، حيث قرر عدم تجديد عقودهم التي تنتهي خلال أيام. أول هذه الأسماء هو خيسوس نافاس الإسباني الذي انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2013 قادما من إشبيليا، وخاض مع الفريق ما يناهز 120 مباراة تمكن خلالها من إحراز أربعة أهداف فقط. أما ثاني الراحلين فهو الفرنسي جايل كليشي الذي شارك فيما يزيد على 200 مباراة مع السيتيزنز منذ التحاقه بالفريق قادما من أرسنال عام 2011. فرنسي آخر التحق بركب الراحلين عن فريق المدرب غوارديولا ألا وهو بكاري سانيا الذي انضم للفريق من أرسنال في صيف 2014. أما رابع هذه القائمة فهو الحارس الأرجنتيني ويلي كابايرو الذي انضم للفريق منذ 3 أعوام ولعب بشكل أساسي في بداية هذا الموسم بعد أن أعار النادي الحارس المخضرم جو هارت إلى تورينو الإيطالي، لكن قدوم التشيلي كلاوديو نافارو قلل من حظوظه في المشاركة. عملية التبديل والتجديد في صفوف مانشستر سيتي لن تتوقف على هؤلاء الأربعة، فالأنباء القادمة من أروقة ملعب الاتحاد تشير إلى أن الدائرة ستتسع لتشمل عددا لا بأس به من اللاعبين، والكل ينتظر الأسماء الجديدة التي ستحل مكان الراحلين.